تمكن المقاتل النيجيري إسرائيل أديسانيا من تحقيق فوز على الكولومبي روميريو بإجماع الحكام، وبذلك يحافظ على لقبه كبطل للوزن المتوسط لبطولة اليو إف سي. كان النزال بين إسرائيل وروميريو جد عادي وممل، وكان من المفترض أن يسيطر إسرائيل على النزال، لكنه وجد مقاومة شديدة من روميريو الذي يبلغ من السن 42 سنة وإسرائيل 30 سنة. والصعوبة التي وجدها روميريو أمام إسرائيل هو التقدم في السن وبطء في الحركة، وفي هذه السن النادرة أن يلعب بطل على حزام بطولة من حجم بطولة اليو إف سي في سن 42 سنة. وكان نزال لروميريو قوي جدا، واستطاع مقاومة أديسانيا الذي يبلغ من السن 30 سنة فقط. شكرا أصدقائي على المشاهدة، والسلام عليكم.